مساء الخير معالي الوزير وام وهاب. مساء الخير. كيفك؟ بدي اقول لك مساء الخير معالي الوزير او بقول لك مساء الخير الزميل. يلا الليلي الزميل. يعني ليشك ب 89 يعني 23 سنه كان عندك برنامج على المشرق، كيف شايف العوده اليوم؟ صعبه 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 بس حلوه. بس في خبره يعني في خبره في خبره بس انه حلوه ترجع تجربها بعد 23 سنه القصه. في سؤال هيك بيطرح نفسه انه المشاهدين اليوم عم يشوفوك على الكاميرا وبيقولوا انه ب 23 سنه يمكن بوقتها ب 89 اضواء الشهره ما غرت بام وهاب، يمكن هلا بال 2013 بقى نرجع نكون محضرين برنامج؟ لا 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 اكيد لا، بس يعني ليك موقف صعب. بس اول شيء ما فينا نزعل الام تي في، وثاني شيء يعني تجربة كويس. المشاهدين بيحبوا خفة ظلك على الكاميرا. حلوة على السنة حلوة. اليوم بعيدا عن السياسة حيكون في عنا أجواء أكثر خاصة بالإنترتينمنت أو بالفن، على شو حتعتمد؟ حتعتمد على الأسئلة العادية أو حتعتمد على هيك الكاركتر وخفة الظل اللي أنت بتتمتع فيها؟ حيعتمد على الضيوف، حسب الضيوف يعني حسب هضمنة الضيوف بنشوف شو بنسأل. لا شك إنه عادة ما بحب حضر. يعني بكل شيء حيكون يعني ارتجالي حنقول. تقريبا. يعني اليوم بعتقد حلقه حتكون شيقه، ما بعرف اذا حيعجبوا الموضوع، يعني استديوهات الام تي في كثير حلوه وبعتقد ضيوفنا كثير لذيذين اليوم وكثير مهضومين، يعني بعتقد حتكون المنافسه بيني وبينك بالايام المقبله. هلا بنشوف باخر الحلقه سوا على الاستوديو. يلا باي باي.